هو ده اللي خدعنا. من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا الاستقلال. أحبس وش بيها راسك؟ كشيات حمراء. Thank you.
ليش عملت هالشي؟ الحرب خلاص. ما نطلبوا منك إلا المساعدة. فهمت؟ نموت وما نساعدكمش. حسبتوني خاين؟ أنا مسجون سياسي. رايحين نعزلوك في السرير. على بالي على بالي حاب تحس روحك حر على بالي. يبقى دير في راسك باللي برا ما كاش. ديور سان اكزيست با. ما كاش برا برا ما كاش. حبيبتي وش تجيني مع الرجال هنا؟ شي يوسف. يوسف اسمع، اذا حبيت تكون حر وتخرج من البير طريق واحده تسلكك. تعال القفله. على جهة النساء سحرد بك. روح روح. سكت. ما تخافيش نعادك نعاونو اللي خرجك منها. كلمة مجاهد نعطيها لك. حبيت طفل منك قبل ما تروح. لابوسني هكذاك تخلي لي سوفينير.
يا مرين دار. شكون؟ انا مجاهد حبيت نتخبى عندكم. ما عندنا وين نتخبى، هذه دار ماهوش حزب. على وجه ربي باسم الثورة. واحد الاخ الداعية واحد الخاين. على وجه ربي العجوز. لا ما كانش، روح بلحق سلاحك. كن هذا، كن هذا خاين، كن هذا. Thank you.
حي الشمس ضربه في راسه. جهد ضربة الشمس ضربة الحمان. قال لك مجاهد هذا دو عربية المؤمنين. شو صدقة؟ واش كاين؟ حرقوا دار فسقة. وليدي عرفوا لي وليدي وعلاش يا ربي وعلاش وليدي وعلاش وليدي يا ربي وليدي وعلاش عرفوا لي عنصريين. خدمة خاوتك اللي ما عندهم لا شفقة ولا رحمة. هذاك ما عندي عندي غير وليدي. وعلاش حرقتوا لي وليدي؟ وعلاش حرقتوا لي؟ وعلاش غيتوا لي يا ناس؟ غيتوا لي يا ناس. يا ربي غيتوا لي يا ناس. يا ربي وعلاش حنقولي وليدي وعلاش حنقولي وليدي.
علي بقيت عساس انا خوتي في الكفاح حتى للنهايه الله يرحمك يا قمير بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل هم احياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم نعهدكم بلي نخبر فاميلتكم واحدة بواحدة
ونعهدكم باللي نكمل واش بديتوه حتى تستقل بلادنا. الله يرحمكم، الله يرحمكم. الو 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 المركز العام، كاين وحده يسمع فيا؟ الو المركز العام، راني في راني نتكلم معاكم. اذا كان واحد يسمعني هنا، يوسف الوطني تاع دوريه الحريه، راني نتكلم مع الموجه المعروفه. صحابي كل ماتوا، قلت غير انا وحدي. هاي لك القائمه، سي رمضان القاسم علي العربي خير الدين محمد الله يرحم الشهداء. الو الو المركز العام، شي واحد يسمعني؟ زرك هنا، يلا امشي تروح. وين حبيت نروح؟ روح للسماء ولا حب راسك. يلا امشي امشي. كش عسكر منا؟ كان والو، كان صباح هنا وراح. هو كان بوليسي منا. مين؟ منا، من هذه الجهة. الو المركز العام، الو المركز العام، ايه كحدر، عندي خبر المركز العام. اذا كان واحد راه يسمع، شفت اليوم باللي الضابط عثمان تاع الناحيه الاولى عميل وخاين شتو خارج من دار الكولون. اذا راك سمع ثانيا، الشعب راه يقاسم الجوع، نطلب اعانه الخوا شتو يضربوا على طرف خبز. الرب راك تسمع؟ الو الو المركز العام،
مال الديب. يوسف يا حسرة خاين. اوه وش بك هذا؟ تسخر ولا وش بك؟ يوسف اسمع، وقيله وقع سوء تفاهم. اسم جبهة التحرير اللي متخلص الخيانة تاعك. يوسف جبهة التحرير وانا اش بيك هبلت؟ يوسف خمت على هذا وسخ الدنيا؟ يوسف انا اخوك واش من وسخ هذا؟ من حقي نملك هذه الفيلا، الناس راهم كسبوا ويزينات وبس منساهم. واش بيك هبلت؟ يوسف رانا نكافحوا ضد الكلون باش نديروا بحالهم. يوسف انا اخوك اش بيك؟ ليلى ليلى جيت الدرام هذا وما يمشيوش، هذا الدرام هذا وما يمشيش تشبع. ارفد ارفد ما يمشيوش، روح الله يسهل. خليه يبات انا خلص تتخلص. راح يقول لي ريح عليه الله يسامحك. Yeah.
ما تخافش ما تخافيش. انت وليد علي ولا بنتو؟ وليد خو. كان صاحبي وكان معايا في الجبل الله يرحمه. كيف عارف بلي مات هذا؟ وين دفنتو؟ ما ولاش رجع. دقيقة صمت على الشهداء. شوف غير ما تخافش هاد الليلة انت تبات هنا هاك. ما فهمتش علاش تلبس هكذا. كنت نحب واحدة شابة وجا النهار اللي باباها حكمني معاها و هي راحت انا عارف وين وانا حلف عليا قال لي ندبحك. ومن داك النهار راك خايف قاع هاد الخوف؟ راني خايف بزاف. الراجل اللي انت حبيت تقتلو هداك هو باب الطفلة. عثمان ديب طلعنا هالدرع على الجبل. ما كاش واحد خوف بحالو. ما تخافش. على بالك نحط مرتوه نلقاهو في المارشي اليوم. كان يشوفون الشهداء هكذا يتقلبوا في قبرهم. بصح كلش في حساب الوطن. هكذاك شفت تسمى نكونوا لابسين هكذا نخرجوا جسنا قدام جماعه يحبطوا عينيهم وحنا نروحوا. عطني الماء تاعي. وين هي جداك؟ راحت للسوق راح تبيع القماش. خير خالتي زينة. راكي تشوفي هذا الراجل هذا كان صاحب راجلك الله يرحمه. هذه مرا ولا راجل؟ ولا مرتو الثانية؟ هذا مجاهد أو بيخبي في روحه. هاكي شوفي ما تجيبش نخبرك اليوم بصح كاش نخبرك. كون راهي في درات تعاون في ذاك الطحان تاع راجلها. المراه هاد المراه فحله ونص عليك يا واحد الكلب يا واحد الكلب. خرج من هنا. هاد المراه صفقت راجلها بابة ولادها باش حلالك كيما انت يحوش حرين. نخرج من هنا. اخرج يا واحد الكلب يا اخرج اخرج حيوان اخرج 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 نعلى في الله عليك ما تحشمش.
الرجال تاخر الزمن. الحمد لله راه غالجبل اللي ما تلاقاش لاقينا الحمد لله. واش راك يا العذراء؟ يا سيدي خلق الله ما يشاء. يا سيدي راك غلط، ديك العين الكحلاء راك غلط. انا راجل ايوا، وراك كل راجل مرا، وراك كل مرا راجل، وانا عندي هادشي ما يهمنيش، ما فهمتي. استنى حبسي نهضروا شويه. يا سيدي لا تقلق يا سيدي، نهضروا ونقصروا. أولا وجهك سيدي برك. أمشي، عندي دراري، عندي مراه، عندي دراري يا خويا، عندي دراري، عندي مراه. عكزب لك ألو ألو ألو، هنا يوسف الوطني. ألو، هنا يوسف الوطني تاع دورية الحرية. إلا كاش من هاد الله يسمع نقول له بلي الحالة خطيرة في هاد الناحية. إذا كاش من هاد الله يسمع الحالة خطيرة في هاد الناحية. الو، المركز العام. طي سلاح وخر يديك في السماء، يديكم كاع في السماء. انتوما مجاهدين، انتوما جنود. ها حكمتكم كي البجديه، ديك الجنود تستاهلوا عقوبه. وين غاديين؟ الحدود المغربيه، مزيراني هنايا باش نعاونكم في المهمه الشريفه تاعكم. كراك رايحين المغرب، عندكم مهمة، اتصلوا بالقيادة العليا قولوا لهم بلي دورية الحرية ماتت، قعد غير انا حي. اسمي يوسف، يوسف الوطني. خذ سلاحك روح، الله ينصركم. وتحية الجزائر، وتحية الجبهة، تحية الشعب. ما يحبسوا عليك. شكون؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أنا دار السي العربي؟ لا عمي، هذاك خويا الله يرحمه. شكون أنت؟ أنا مجاهد. علاش ما قلتش من قبل؟ جيت الاجتماع؟ الحمد لله يا ربي، ربي دار لكم في طريقي.
هيا مال جماعة كارهم تحت. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هذا كان مع أخويا في الجبل رحمه الله. الله يرحمه ويوسع عليه. الله يرحم الشهداء. دقيقة صمت ترحمنا على الشهداء. وش من ناحية أنت؟ الناحية الأولى. أنا في الناحية الأولى وعمري ما شفتك. غير كيما هربت من الحبس. كنت في حبس في الصحراء. شفتوا؟ أوليكم من فيها الحي. السجون مازالت موجودة يا جماعة. والناس راهي تعاني. تعاني من الظلم تاع الظالمين. رشوة راهي في كل مكان. الشباب تاعنا راه ضايع. العدالة ما عادش موجودة، اندفنت العدالة. الشباب لا ما يخدم، ما يسكن، ما يتزوج. راه ضايع. واش من ضايع؟ أنت راك ضايع ولا ماكش ضايع؟ أنا ضيعين. والمشكل اللي زاد فسد المجتمع وزاد في الضياع تاعو هي المرأة. المرأة يا جماعة في العوض اللي كانت تربي المجتمع والمدرسة الأخلاقية تاع الأمة فسداته من كل الجوانب. في السكنة تلقاها هي، في الخدمة هي الأولى، في كل مكان تلقاها هي. تبنوها أنها تشارك الرجل في البناء والتسييد يا جماعة. كيفاش راهي تشاركوا؟ قولوا الصح، قولوا الحق. المرأة راهي تزاد في إفساد الأخلاق تاع المجتمع. تسكع، تبرج. المرأة هي سبب كل الفساد اللي راه صاري في المجتمع. أحشم. المرأة هي اللي جابتني للدنيا، المرأة هي اللي سلكتني من الموت. مالا المرأة هي اللي علمتك تهدر؟ المرأة واحدة خير من كمشة رجال. تا ماشي مجاهد. تا بعثوك لهنا خصيصا باش تشوش علينا. تشوش علينا؟ انت جاسوس. كيفاش هذا جاسوس؟ شيطان. انا مجاهد. انا مجاهد في الجيش الوطني الشعبي. وش بلي سبوة ربقى وش طمع معاكم نلقى يدي معاكم كان نتسلقى. باي 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 يا البلاد، باي باي يامي ما تغلايت الولاد، يامي ما تغلايت الولاد. الوقت من عمري سرق وليام ميزريا ظهري تلصق ونهار نزيد نغرق. انا القرعة والكاس في ثلاثة عملنا فروماس، يا رفاقي في لاجوناس يا رفاقي في ظلام الحباس. باي 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 يا البلاد، باي باي يامي ما طلعت الولاد، يامي ما طلعت الولاد.
غدا وين تروح عشك بنا وسطوح بعد الغنا ورجعت تنوح راني رايح هذي ماشي راني سامح في كل شي انا كرهت هاد الغاشي بالحضره ما نرضاشي باي 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 يا البلاد باي باي يومي ما ظلي فلان يومي ما ظلي فلان بما قال غير مرني روحي نحيدك حسن نحيدك 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 نحرف يدك ما توشينيش خليني هاد الراجل خلاص خليني دونكي يا هاد الراجل مانيش حاب نعيش هاد المعيشة تاع الكلاب صافا حبيت نروح نبدل البلاد حبيت نيميغري بعيد لفرنسا الالمان لكندا حتى لجهنم نروح ليها حسن شنو انا ماكش لجهنم جهنم انا قال جهنم هاد الراجل واش بيك ما تفهمش انت واقعي لا مانيش حاب نتحرق وانا حياتي ما عشتهاش ما ربحت والو ما ديت والو وانا اش مربحنا اش ما عطاونا هنا انا باليش بيك انا البابور تاع الاسترالي راتيتو اش بيك صرا عليك تخيرنا بالكونغور ايه هما لي كونغور يرحموا حتى ولادهم يرموهم في كروشهم ماشي كيما حالتنا مرميين في الزنقه خليه يموت خليه يموت خليه خليه يرمي روحو ليه هذه هي البلاد هذه هي راكم تشوفوا فيها راهي في طرف الكف والان ندير خطوه لقدام ودوك تشوفوها بعينيكم مش بيك واسفو لي مهبول سي محمد واش كاين؟ مرت خير الدين عاودت الزواج وراهي عايشة في فرنسا وخير الدين النهار يطلع الجبل ما باش خبره كيش قهوة؟ ما قدرناش عليها الكلون هادو اللي تخدموا عندهم ما عندهم حتى رحمة الكلون عندهم مدة من اللي راح وخلف مكانهم الحاج الخضر يا مزيين هالكلون كانت في قلبهم الرحمة هذا ما فيهش كاع ريحة بني آدم الكلون هذا جزائري خدم مع فرنسا عنده هنا وعنده في فرنسا ما يطولش ويخلص على الخيانة تاعو هذاك الصحة كي خبرت الثورة يا خويا يرحم والديك غير روح يلقاك هنا نعودو في حل وربط غادي موسي ترابا هذه خدمة هذه ياك وصيت من قلتكم نقيونا شوية على البحيرة وسقونا شوية سجار هذا ما تفهموش والله كيفاه ندير معاكم تسي اعتمال ولا ما يخرج من داره كاين واحد خاين واحد اخر لازم نحبطوه حاج الخضر لازم تعاوني يا امين
وذاك الحي تعكسها من المهمة. هذا اللي حيرك. وعدتها باش نخرجها من الحبس. وش بيك؟ خاين جزائر روح للدار. اسمه يوسف، 175، عنده جرح قديم في راسه، حاسب روحه مجاهد من دورية الحرية. المطلوب من كل وحدات توجه نحو النقطة 625. رانا اكتشفنا المخبأ تاعو. حذاري حذاري، راه مجنون خطير ومسلح. نعاودو، مجنون خطير ومسلح. هرب من مستشفى أمراض العقلية. الأطباء يكونوا في عين المكان، كل عملية لازم لها تكون بالتنسيق معاه. المطلوب من كل وحدات توجه نحو النقطة 625. رانا اكتشفنا المخبأ تاعو. حذاري حذاري، راه مجنون خطير ومسلح. نعاودو، مجنون خطير ومسلح. هرب من مستشفى أمراض العقلية. الأطباء يكونوا في عين المكان، كل عملية لازمها تكون بالتنسيق معاه. اسمه يوسف، 275، عنده جرح قديم في راسو، حاس روحه مجاهد من دورية الحرية. وجابك ليا؟ كانوا كيجوك ليك ريزن تاعك غير
تهترف بزاف يا يوسف، كنت تهدر على هذا الناحيه توصفها وقنعوني باللي انت ماكش يوسف اللي في القران. قالوا لي انت يوسف توكور وطلبوا مني نتصل بيك. شكون عندنا؟ الطبيب والطبيب وكاين سياره اسعاف لتحتها وصحاب تعرفهم مليح، راهم تحت يستناو فيك. اللي داروا معك حرب التحرير يوسف، ها مجاهدين كبار. ها اني جبت لك دماغك. ها يقولوا صارت في حاجه بعد الجرح. شوف كل اللي في زيبل انحرق عاد ما يمشيش. ها شوف الذاكره نتاعك راحت فيها. امشي جاو يهضروا معك. ماشي صاحبي نحبطك. جاو يهضروا معك ماشي قلت لك. طيب من عقل قرب منا هاك. ها هو دماغك. ها امشي. ها هو الدواء الدواء باش تشوف النجوم. قلت لك امشي. صح يا يوسف. شفيت عليا انا الياس وقت طلعنا للجبل مع بعض ومن بعد فارقنا. هو راك تشوف اني هبط. علاش هبط؟ جل استقلال هبط. وين استقلال؟ كيف هذا وين؟ في الجزائر هنا في الدشرة في كل مضرب في الوطن. يحسبوني مهبول وانت حسبتني عمى ولا؟ انا فاطمه الفرمليه مش فيتش عليا. الجرح اللي في راسك انا اللي داويته. اي يا اخي ايامات من بعد انا رحت للشرق انت وجماعتك مشيتوا للغرب. حتى سمعنا وقعت معركه وغير انت اللي بقيت حي وجماعتها فاطمه هي اللي دواتك. شوات لازم اليوم الحال يروحوا ويخليك وراهم. انت شايفك انا الطبيب تاعك جابوك لعندي للسبيطار وما عندك حتى وثائق. خليناك عندنا. امشي امشي. توني في سبيطار مهابل. بعد الاستقلال كانوا كاينين بزاف المرضى على من تحوس. شكون تتفكر؟ ما كنتش حاسب للاستقلال هكذا يا يوسف. ما كاين حتى تزوير. الاستقلال كاين منه. ولما منشأ عنا الوثائق وعنا افلام وعنا كل شيء.
الفيلم تاعك راح ينسيني في الفيلم اللي شفتونا. انا راح اجيب الفيلم. شحال الوقت يمر بالخف. بكري كنت تحبني. شت الظلم، شت العذاب، شت الميزيرية، شت الرخص، شت الحقرة. شت الدل. كيفاش مشت المجاهدين اللي كانوا معايا في الجبل؟ بزاف اللي ماتوا، والنص اللي بقى منهم دخلوا في التجارة. بنت الجيش العربي المسؤول تاعي الكبير الا مازالوا حي. ما نظنش، ما تقدرش تشوفه، راه في الحبس. خداعين، عرفتكم بلي خداعين. اسنا يوسف، تعرفوا شويه سياسي في الصح، ماناش متاكدين اللي راه في الحبس. المفروض ما بقاش معتقل سياسي في بلادنا، ما كاش حتى سياسه. اشتراكيه ولات راسماليه، وراسماليه رجعت تعصبيه، و الشيوعيه اصبحت ليبراليه. يعني غير الفلوس اللي ما تغيرش الدين تاعهم. جيبوا لي مراه. ومنين نجيبوا هاد المراه؟ مازال في الحبس اللي كنت فيها انا، واسمها عائشه، حتى هي نسيتوها. احنا رانا متقلين. انتوما الرجال؟ ايه تقليتوا. عرفتك في الجبل، مجاهدة كيفي، شعرك في السماء، ذكرك لابس الحايك، ما حد رفدتي السلاح. ما رفدتوش ضد الراجل. نيتك بزاف.
ومن بعد تزوجت طلقت من بعد ما قدرتش نعيش معاه. الكفوف والركالي اللي خذيته من عنده ما خذيتهمش في وقت الحرب. علاش رميتي سلاحك؟ ما كنتش عارفة باللي كاين حرب واحدة أخرى من بعد. شعرك طوال. طوال كل وقت. ومسخ. قلب الراجل ثاني وطن للمرأة. على بالك عمرتها بومبات الحكا ونسيت البومبة اللي راهي هنا في يدي. يوسف يوسف هاي أمانتك هيا بقى على خير. الجماعة كون راهي تسلم عليك. خلاص بغيت شكون هادي؟ مرتك تانية؟ لا 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 استني استني خدعتني يوسف خدعتني يوسف لا لا استني استني خدعتني يوسف ان شاء الله بعيد ما نقعدش نخدع استني فهمني ما نقعدش نخدع عيشة المسؤول تاعك القديم خرج من الحبس هادو عامين بنزين صوتني مقبولة صوتني مقبولة خلفي حزب المعارضة ما لقيناش شوفي تشن عليه في كل مضرب ها متصور ها انا بعد حوست عليه في المدينة ورحت حتى العاصمة شوفي ها 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 انت كذاب خبيت عليا موتو. واش وصلنا لهذا الكلام يا يوسف؟ الرب مش عارفين انا هبلت ولا الدنيا اللي هبلت. الاستقلال راح من يدنا. الاستقلال هو هنا الكولون خرجناه الشعب استرجع الحريه نتاعو ما بقاش هذا خير من ذاك. كل مواطن عنده حق. تعرف يا يوسف عدد الدراري اللي يقراو هنا في بلادنا اكثر من اللي راه صاير في البلدان الاخرين. جزائر العصر انت مش الجزائر العسلة، جزائر البؤس، الظلم، العذاب. خمم على روحك. اليوم عندك الحق تكسب وش حبيت. تحب تكسب دار رخصة لكاش حانوت تبيع فيها الدخان ولا تبرنا ولا وش حبيت. تعرف التقاعد لاروتريت نتاعك تديها قبل الوقت. هاي يا يوسف بالكارتة نتاع الحزب اللي تكون عندك الناس الكل تطيعك، الناس الكل عند رجليك. تقدر تخرج وين تحب، تقدر تستورد واش تحب، البقر، الطنوبيلات، تستورد الجزائر كل راهي ليك يا يوسف. درت الثورة باش تستورد البقر، درت الثورة باش نزور طنوبيلات، درت الثورة باش ترخصني بالرخصة تاعك. هي عنده تكوين مهندس في البنيان. هي مليحة هذه مليحة. هكذا نخليو له المونوبول، وكل ما نحبوا نبنيو مقام شهيد نعيطوا له. علاش؟ ولا يستقم رب دمر غير
وعلاش قمر بدم الغير؟ واردك يا يوسف، واردك. تعال يا يوسف، يا معلم يوسف، يوسف. يوسف ما طيش، راح الوادي ما طيش، راح الوادي يا يوسف. يهدينا الله. شفتوا واش دار؟ شفتوا الحلوف واش دار؟ هذا يلزم له طالب هذا. يلزم له ني طالب ني والو هذا، خدا صدمة قوية. قال لك خسر الاستقلال. واش من الاستقلال؟ إلا به الاستقلال نخصوا له واحد خاص به. شابة وزينة، شابة وزينة وتشبه الاستقلال. زينة وشابك الاستقلال في الحرية. كاين ان شاء الله بالرجوعك تردنا حقوقك، وشي اللي ضرنا كامل هاو مسجل في البراوة. على هنا ضيعنا الثقة، ضيعنا الثقة، وانت ما زلت صافي والحمد لله. ما غركش الكرسي كي ماشي عيبة، بقيت لنا غير انت وسيدي ربي صبحك. يا أخي أنا نار مطيش، حالتي مش حالة، يا مرق زبط من يسرى، ما كانش لي ولادي ما يشوفوش فيا، ما يوسوش، واني في حال الله يبقيش. شوف يا أخي الطوفان اللي كانت سوا 70 دور ولات ب 15000، وين نروح؟ وين نروح؟ وين وين هادشي هذا يعني؟ اللي بكت ونتصلاو فينا، نتصلى فيكم ربي ان شاء الله. هذاك ما نقول لك ان شاء الله.
حلف قدام ست قبور تاع صحابي باللي مول الحق يدي حقه. صلوا يا لما عليه هذا عرسك يا يوسف ويربح للصلاة مانتا. اليوم رايت عشاننا شوف روح جيب لي بقة تاع الورد فيها الالوان الوطنية هاك. فهمت يا فهمت صح ازرب ها كاين الورد الابيض والاحمر والاخضر مين نجيبه راح جيب الحشيش وهذا في خاطر واحد الاخ مجاهد شويه متخلف والسلطات المحليه تطلب من جميع السكان يخرجوا للشارع وين مخلوش تصريح على موقف هذه الامه. نظن يا جماعه كلكم تعرفوا اخونا يوسف يوسف المجاهد فقصه يوسف المجاهد لها شبه بقصه من قصص القران وهي قصه اهل الكهف أهل الكهف الذين قال فيهم الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى. فهؤلاء الجماعة يا أحباب الكرام جماعة من الفتيان آمنوا بربهم وكانوا يعبدوا الله سبحانه وتعالى حق العبادة ولكنهم تلقوا الأذى من القوم التحهم الذين كانوا أهل كفر وأهل فجر فاعتزلوهم وذهبوا إلى كهف يخلون به إلى ربهم ويتعبدون كيف يشاءون وكما يشاءون حتى أتاهم اليقين. وأخونا يوسف كل من ملكه أننا ندعو له بالغفران ونقول له اللهم اغفر له واللهم ارحمه والله وربي يتقبل إن شاء الله جهاده حق الجهاد أن يكون جهادا في سبيل الله إن شاء الله. آمين آمين والحمد لله رب العالمين.
نصرك وينصر الحق ان شاء الله. Thank you.